لينيسياتيف دو جور. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في الانيسياتيف دو جور وفي الانيسياتيف نتاع اليوم اللي جينا من اكت وامباكت كلوب تي بي اس تونس بزنس سكول اللي قاعدين نخدموا على اون اكسيون اسمها نبنيو حلمتنا. الاكسيون هذه تتمثل في لا رينوفاسيون اي لا ريستوراسيون نتاع زوز مدارس ابتدائيه. نحكيو دونك على مدرسه الخروبه في معتمديه قعفور ومدرسه المنجم في معتمديه الخويت. باش نحكيو اكثر على لو كلوب هذايا، على الخدمه الكبيره اللي قم بها وعلى لاكسيون المهمه هذيا. معانا دونك نور الهدى مجري اللي باش تعطينا كل التفاصيل. نور الهدى اهلا وسهلا، مرحبا. عطلينا مرحبا بيك مدام، مرحبا بالمستمعين الكل. انا نور الهدى مجري، نقرا كبيره انا في تونس بزنس سكول، ايمان في الكلوب اكت امباكت واللي هو كلوب دو شاريتي موجه للصغيرات. المره هذيا عملنا ايفينمون معناها موجه للمدارس الابتدائيه باش نطلعهم كيف اللي هنا ان شاء الله. Très bien. Donc, هذه تقديم صغير على الكلوب نتاعكم، لكن اعطيني فكره على لي اكسيون اللي خدمتوا عليهم، على معناتها بوتيتر دي اكسيون فار اللي تعرف بهم الكلوب نتاعكم. اي خدمنا لو فامو ايفينمون، خدمنا تور سنة سمايلز اللي هو تور نتاع ستة صغيرات من السويس. اول فيرسيون خدمناها عملناها كانت مع اسويس جمال، وصنع عاوزناه زادا الفيرسيون الثانيه مع اسويس جمارك مره اخرى في كيف ست صغيرات من معناها ست صغيرات سهرناهم. واضح دونك تخدموا برشا مع قرى الاطفال اسويس جمارت برانسيبالمون. لاكسيون هذايا نبنيو حلمه ماهيش سهله، انه اليوم معناها تخدموا على جهات في داخل الجمهوريه، على مدارس ابتدائيه اللي وضعيتها صعيبه، وهوني لازم فينانسمون، لازم فلوس جوستومون بوغ معناتها بوغ بوفوار سوفونسيوني هالمشروع هذايا. كيفاش بديت الخدمه عليه؟ واعطيني فكره على لاكسيون هذايا. باهي اوكي، كيما عملنا عملناو في بوحليب سنة قررنا أن نمشيو لسجانة، أتيحت لي الفرصة أني نزور المدارس هذا مبزوز، وكانت الحالة المزرية الحقيقة نتاع المدارس حاجة في نفسي أني نعاونهم، خاطرني ريت برشا حب للقراية عند الصغيرات. دونك سنة قررنا أن نطلقوا مدرسة الخروبة في الحافلة التابعة معتمدة قعفور كما قلنا، ومدرسة المنجم اللي موجوده في معتمديه الخويت. الحقيقه الحاله نتاع المدرسه نتاع مدارس الجوز مزريه جدا، ما عندهمش ديزاين، ما عندهمش لو مينيموم انهم يقراوا، حتى التباشير اللي راه الضوء الماء ما فماش، التواليت معناها ما همش صحيين بالكل متغيرات. برست معناها مستحقه برشا حاجات، المدارس هذوما مستحقين برشا حاجات. كيفاش باش تمولوا لي ترافو دو رينوفاسيون اللي باش تقوموا بها؟ باهي، الحقيقه بالنسبه لليد العامله توجد معناها اولاد المنطقه من غاديكا تطوعوا بلاش، ولكن توا مستحقين دعم مادي على خاطر قعدنا ناقصين دهن، قعدنا ناقصين حنفيات، قعدنا ناقصين امبوبات لي تيبنيون، ناقصين زادا كيف كوب، ناقصين كوب، ناقصين الميزاي باش نعديو به الماء للتواليتات، ناقصين حتى السيمندي باش نفرشوه في الكور على خاطر الصغيرات فم معناها في كور من المدرسه من المدارس ماهوش معناها فيسع ما يتيحوا يتكسروا ويتجرحوا، ناقصين زاد ان نعملوا سور للمدرسه، دونك مستحقين برشا دعم مادي. هوني اسكو باش تعملوا اون اكسيون دو كوليكت دو فون، ولا معولين على تبرعات نتاع الناس؟ معناها كيفاش باش تنجموا توفروا هذا الكل اللي مستحقينه للاشغال؟ باهي، نحن الحقيقه ماذا بينا شويه منا شويه من هنا، دونك ماذا بينا يكون فما دعم مادي من فلوس من عند العباد، زاده كيف معناها نحبب انه يكون فما يعني من لي كان كيوري من مكتبات معناها باللي بخوزي وبالفلوس زاده. واضح. للناس اللي تحب تعاون نور الهودي وتسمع فينا، كيفاش تتواصل معاكم؟ باهي، ينجموا يكلموا يبعثونا على الباج، وبيان عندنا ديديسيت معناها للدعم المادي اللي هو نمرو ديديسيت 99 353 258. نور الهدى، وقتاش باش تنطلق الاشغال؟ وقتاش تتوقعوا انه يكونوا حاضرين هالزوز مدارس الابتدائيه هذوما اللي موجودين في سلينا؟ الحقيقه الاشغال باش تنطلق نحن غدوه، باش نبداو باللي عندنا لحد الان معناها،
ونتوقع انه الاعانات معناها تخلينا انه نكملوا هل تخليت خذوها زي ما في اقل من شهر معناها. بيان هذا اللي نتمنيوه وان شاء الله تحققوا هالحلمه هذيا نبنيو حلمه دونك لا رينوفاسيون لا ريستوراسيون تاع دو زيكول بريمير موجودين في سلينا. يعطيكم الصحه على الخدمه هذيا وميرسي بوكو نور الهدى. شكرا لك. حكينا دونك على الاكسيون اللي قاعده تقوم بها ولا قاعد يقوم بها بلوتو اكتو امباكت كلوب تي بي اس تونس بزنس سكول ومهمه مش سهله واللي مستحقين جوستومون مساعدات باش يحققوا هالمشروع هذايا نبنيو حلمتنا دونك اللي قاعدين نخدموا عليها على ولايه سلينا. كانت هذه لينيسياتيف دو جور.